بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 19 من الكتاب 56، كتاب الزهد والرقائق. باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، وهو حديث طويل في مواضيع شتى، ذكر فيها سيدنا جابر بن عبد الله بعد علامات نبوة نبينا من نكثار الماء ونبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وقبول دعوته، وكذلك بعد الأمور الأخرى المتعلقة بسيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهو حديث طويل لطيف، حوالي 4 صفحات، يعني يعتبر من أطول الأحاديث في صحيح مسلم، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 407. قال: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد، وتقارب في لفظ الحديث والسياق لهارون، والسياق لهارون. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار، يعني خرج هو وأبوه من التابعين، الوليد بن عبادة بن الصامت ده من التابعين وابنه معاه، خارج يطلب العلم من الحي من الأنصار، يعني يقابله حد من صحابة النبي، كان لسه الصحابة عايشين. نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، يعني قبل أن يموت الجيل الأول اللي وراء النبي اللي هو الصحابة. فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه غلام له، معه غلام يعني عبد رقيق، يعني معه رقيق من أرقائه، معه غلام له، معه غلام له معه ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، رزمة، الضمامة رزمة حزمة من صحف، يعني من كتب، كويس، ضمامة، ضمامة يعني رزمة أو حزمة، المصريين يقول لك عليه رزمة ورق، مش كده برضه؟ هي دي الضمامة، لأن أشياء مضمومة على بعضها كده وشايل من صحف، كويس. وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، المعافري ده ثوب يمني منسوب لمدينة معافر، يعني اسم ايه، مدينة الصنع، يعني زي ما تقول انا لابس صوف انجليزي وده جايب ايه قطن محلة، فهمت ازاي، يعني منسوب الى مدينة الصنع او قطن مصري او حاجة من لينوش شرباجي، يعني بيسميه على حسب ايه مدينة الصنع، فهمت. وعلى ابي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري، يعني لقى نفسه، لقى ان ابي اليسر لابس من نفس القماش اللي لابس منه الايه الخادم بتاعه الرقيق بتاعه، فهم؟ حاجه غريبه، كان زمان الرقيق ده يمشي ورا سيده شبه عاري، وسيده لابس كل الزينه وسايبينه. ولو انت عايز تشوف فيلم جذور بتاع امريكا اللي هم استعبدوا الاحرار ويخطفوا الناس من افريقيا يضربوا عليهم الرق ويعملوهم كالحيوانات بالكرابيك
علشان ياخدوهم في امريكا، هم نفسهم شاهدين على نفسهم بالقسوة وايه وقلة الديانة والظلم، وفي الاخر يدعوا ان هم بتوع حقوق الانسان. اي انسان انت تدعوه؟ فادي سيرة المسلمين، كانوا يأكلوا يطعموا عبيدهم مما يأكلون، ويلبسوا عبيدهم مما يلبسون، وكانوا حتى العبد بتاعه لو حفظ القرآن يخليه يصلي بإمام كمان، يبقى العبد بتاعه هو من دور ولاده وهو معلمه، لأنه حفظ القرآن يخليه يصلي بإمام ويخطب له الجمعة ويعينوا عليه إيه إمام له في الصلاة. محدش عمل كده في العبيد زي المسلمين. ثم بعد ذلك مرور الزمن تحرر كل هؤلاء العبيد بسبب ايه؟ التقرب الى الله بعتق الايه؟ الرقاب. ما كانش في امه من الامم بتتقرب الى ربها بانها تعتق العبيد الا امه المسلمين بس. وعلى غلامه برده ومعافري، فقال له ابي يا عمي اني ارى في وجهك سفعه من غضب. شاف ابو اليسر شكله كده غضبان، في اثر غضب كانه جاي من خناقه او شيء من هذا. سفع يعني علامة، علامة أو تغير. إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال أجل، يعني نعم، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال، يعني كان عنده دين مدي فلوس لواحد، فأتيت أهله، جمع أداء الدين فراح لأهله ومع الورقة اللي مكتوب عليها الدين عشان ياخد الفلوس بتاعته. فأتيت أهله فسلمت فقلت ثمه، يعني موجود هنا، ثم يعني هنا، ثم يعني هنا، يعني ظرف ايه؟ ظرف مكان. ثمه يعني موجود هنا؟ قالوا لا. قالوا لا مش موجود. فخرج علي ابن له جفر، ولد صغير، العيل الصغير ما يكذبش. هي خرجوا ايه الناس اللي معاه عنده، قالوا لا مش موجود، يعني كانه بيتنكر لي. خرج عيل صغير قالوا لا ابويا موجود نايم جوه في الاوضه بتاعت امي. العيال الصغيره ما تعرفش تكذب، خدت بالك؟ فقلت له اين ابوك؟ قال سمع صوتك فدخل اريكه امي. سمع صوتك انك جاي تطالبه بالمال، استخبى في ايه؟ في السرير بتاع امي، اريكة امي على سرير امي يعني اللي بتنام. فقلت اخرج الي فقد علمت اين انت. نادى علي بقى. فخرج. فقلت ما حملك على ان اختبأت مني؟ ايه اللي خلاك تستخبى مني؟ قال انا والله احدثك ثم لا اكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا. قال له العذر بتاعه، قال له الظاهر هو معهوش فلوس يأدي الدين. فقال له أنا لو قابلتك كنت هقول لك طب عدي عليا بعد شهر، وأنا بعد شهر مش هجيلي فلوس برضه، فأعدك وأخلفك، أو تعال لي بعد يومين، ولا تعال لي بعد سنة، أنا مش جايلي فلوس، مش عارف أسدك. وبالتالي لو قابلتك كنت هقول لك اي حاجه فهكذبك، اعدك اخلفك او احدثك فاكذبك، اقول لك طب اديني بس مهله اجمعهم لك، وهو اصلا هجمعهم له منين؟ فهيكذب. فانا قلت اختبئ بدل ايه؟ ما تحصل الازمه دي، ان انا يا اما اوعد واخلف او اكذب، لان انا معسر ليس عندي مال استطيع ان انا اؤدي الدين الان. وانت راجل صاحب رسول الله، واحنا مش عايزين نكلم الصحابه بطريقه ما تصحش، يعني انت راجل برضو ايه؟ فهمت ازاي؟ ادي الحكايه يعني. قلت، اللي قال كده مين؟ ابي اليسر. قلت الله، يعني والله فعلا؟ قال الله. قلت قال الله. قلت الله. قال الله. قلت الله. قال الله، يعني خلاه يقسم ثلاث مرات انه فعلا معسر. قال فاتى بصحيفته فمحاها بيده، راح مسك ايه الكمبياله اللي كاتبها عليه او الايصال اللي كاتب عليه الدين، راح مسحها خلاص، يعني كانه قطعها. قال له خلاص مفيش ورق.
فمحى بيدي فقال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا أنت في حل. يبقى أنظره أو أبراه، فنظرة إلى ميسرة، إن كان ذو عسرة فإيه فنظرة إلى ميسرة. قال له خلاص أنت إيه في حل، تقضيني واقتمى يزول العسر، فإن لم يزول العسر فأنا مبرأك فأنت في حل. كويس؟ يبقى إبراء المعسر وإنظاره، إنظاره واجب وإبراءه سنة، ففعل الواجب معه ثم بعد ذلك برأه بالسنة. واضح؟ فأشهد بصر عيني هاتين ووضع إصبعيه على عيني، يعني كده فأشهد بصر عيني هاتين كده يشاور على إيه؟ إصبعيه، يعني إنه شاف النبي يعني، وهو بيقول الكلام اللي هيقوله بعد كده. فأشهد بصر عيني هاتين ووضع إصبعيه على عينيه وسمع أذني هاتين وسمع بأذنيه ووعاه قلبي هذا وكمان حفظته، يعني شفت النبي هو بيقوله وسمعته هو بيقوله وحفظته في قلبي. وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، يعني سمعت ده رسول الله هنا هتبقى ايه مفعول به، لانه هو الذي ايه وقع عليه السمع والبصر، وهو يقول ادي الحديث اهو: من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله. يبقى دي من ضمن الخصال الموجبه للظلال، من ضمن الخصال الموجبه للظلال. كويس؟ ظل العرش يعني، احنا عارفين السبع اللي يظلهم الله في ظل يوم لا ظل لذي الحديث المشهور، لكن في خصال اخرى اوصلها العلماء لما جمعوا الاحاديث اللي فيها الحاجات، طلعت حوالي اكتر من 90 خصلة مش سبعة بس، اكتر من منها انظار المعسر او الوضع عنه. يعني مثلا انت عايز تاخد منه 10,000 تقول له طب خلاص هات 5، طب هات 2000، هات اللي تجيبه والباقي مسامحك فيه. يبقى يسموه يضع عنه، يعني يخفض الدين او يبريه خالص، يبريه خالص يقول له خلاص يا سيدي مش عايز منك حاجه ربنا يوسع عليك. يبقى ينظره يعني يديله مهله اخرى، ويضع عنه يعني يخفض الدين، او يبريه يعني يبرئه بالكليه. واضح؟ الثلاث خصال دي توجب الظلال، الانذار والوضع والابراء توجب ايه الظلال. وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. قال: فقلت له أنا يا عمي لو أن فقلت له أنا يا عمي لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، يعني البردة أغلى من المعافري، المعافري ده ثوب كده إيه يمني رخيص بيلبسه الفقراء، والبردة بيلبسه الناس الايه الاغنياء. فانت بدل ما تلبس تلبس انت لبس رخيص وجزء تاني لبس راقي، طب ما تاخد انت كل اللبس الراقي تحطه انت عليك كده اهو وتبقى اخر شياكه وتمام، والمعافري على قد الواد الغلام ده وخلاص، ايه المشكله يعني؟ فاهم يعني بعد بقى ايه بيتبسط معايا يعني. فقلت له انا يا عمي لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكان عليك حلة وعليه حلة، يعني كان هو يبقى لابس اتنين معافري وانت اتنين برد، يبقى حلة من طبقتين يعني. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه يا ابن أخي، بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا. وأشار إلى مناطق قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أطعموهم مما تأكلون. أطعموهم يعني الأرقاء الرقيق يعني، أو الخدم. أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيته من متاعي الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسنات يوم القيامة لو ظلمت يعني. يعني أنا لما أديله شوية من متاع الدنيا وأكرمه أهون وأخف علي
ان انا اظلمه وياخذ من حسناتي يوم القيامه. فهم؟ ثم مضينا حتى اتينا جابر بن عبد الله. كل ده لسه ما دخلناش في حديث جابر، كل ده كان في حديث ابي اليسر. يبقى ابي اليسر قال لنا حديثين، حديث ان ايه، من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. كويس. وقال كمان بالنسبه للادب مع القدم والارقاء الرقيق، اننا نطعمهم مما نطعم ونلبسهم مما نلبس. واضح؟ دي الخلاصه. لكن طبعا هي قصه بقى، حكاها لك في سوره قصه. ثم مضينا حتى اتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، يعني لافف نفسه كده زي ملايه، عارف الملايه اللي انت بتتغطى بيها؟ راح لافف نفسه بيها كده زي الايرانيين، عارف الايرانيات؟ تجيب لك ملايه تستري كده وتروح لفها وخارجه تروح تطوف. بيلفوها بطريقه صنعه يعني، مش اي حد يعرف يلفها. لازم تتعلمه عشان ما يقعش منك حاجه. فهو دخل على سيدنا جابر لقى ملفوف بحته ثوب واحد كده، يعني حته قماشه لافف بيها جسمه كله وبيصلي بيه. كويس؟ وهو يصلي في ثوب واحد، يعني مش لابس طبقه ثانيه، يعني على اللحم، يعني حته ثوب حطه على لحمه على طول، مش لابس مثلا غيار داخلي، ما كانوش يعرفوا لسه الغيار الداخلي. فهمت ازاي؟ او الطبقه الثانيه. فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة. هو جاء بقى ايه، عدى الناس وراح قاعد قدامه كده وهو بيصلي، راح قاعد له كده عشان عايز يقول له ايه اللي انت عامله في نفسك، ايه الثوب الواحد، ما ممكن يقع منك تبان عورتك. فهمت ازاي؟ وهو كان غني يعني، سيدنا جابر عنده ثوب تاني، طب انت ليه زانق نفسك كده؟ فهمت؟ حتى جلست بينه وبين القبلة فقلت يرحمك الله، أتصلي في ثوب واحد ورداءك إلى جنبك وبسط الشماعة لا معلق ثياب تاني؟ طب إيه اللي تزنق نفسك؟ ما أنت عندك الثياب معلقة في الحيطة أهو، ليه أنت عامل في نفسك كده؟ فاهم؟ مش عاجبه يعني. فقلت يرحمك الله، أتصلي في ثوب واحد ورداءك إلى جنبك؟ يعني الواحد يفهم إنه يصلي في ثوب واحد لما يبقى معذور، ما عندوش إلا هو، راجل فقير خلاص معلش، لكن انت ده انت عندك الشماعه مليانه هدوم. قال فقال بيده في صدري هكذا وفرق بين اصابعي وقوسها، يعني كده كده يعني انتبه، يعني ايه اللي انت بتقوله اللي بتعكه ده؟ وفرق بين اصابعه وقوسها، يعني كده وخبطوا في ايه، في صدره كده بقت رفع اصابعي. اردت ان يدخل علي الاحمق مثلك فيراني كيف اصنع فيصنع مثله. يعني انا اردت ان انا لما عرفت ان في ناس جايين ما عندهمش فقه وليسوا فقهاء، اردت ان انا اعمل حاجه يتعلموا منها حاجه. فهمت ازاي؟ عشان يجي احمق يعني ايه، قليل الخبره، قليل العلم، متسرع. فهمت ازاي؟ ده الاحمق. اردت ان يدخل علي الاحمق مثلك فيراني كيف اصنع فيصنع مثله، يعني عند حاجته بقى، عند الضروره يعني، لما ما عندوش الا ثوب واحد ما يمتنعش من الصلاه لحد ما يجي له، لا ممكن يصلي بثوب واحد. ادي الحكايه. اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا، هيبتدي بقى يحكي له قصة الحديث الطويل. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب. ابن طاب ده نوع من ايه، من البلح الراقي، يعني نوع من البلح الراقي، التمر الراقي في المدينة اسمه ايه، تمر بن طاب. والعرجون اللي هو عنقود، عنقود التمر زي عنقود العنب كده، اذا كان ايه عنب نقول عليه عنقود، واذا كان تمر نقول عليه عرجون، اللي هي قطف يعني، خدت بالك؟ وفي يدي عرجون بن طاب فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون. يعني نخامة يعني ايه؟ يعني انسان تفل تفلة من فمه في جدار قبلة الايه؟ المسجد. ثم جفت، صارت جافة، والنبي نظر اليها وكان معه العرجون فحكها بالعرجون. كويس؟ بطرف العرجون.
ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنهم؟ يعني إيه عايز يعلمهم بقى. قال فخشعنا، ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ خشعوا يعني ما تكلموش، زي ما تقول يخافوا. النبي يعني لما شاف النخامة ونظفها حس ان هم بقى ايه عملوا غلط يعني، فيقول لهم كل واحد يقوم النبي يكرر تاني عشان بس واحد يبقى. فهمت ازاي؟ قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا لا. اضطروا بقى يجاوبوا، اضطروا بقى يجاوبوا، ما جاوبوش أول إيه مرتين، ثالث مرة بقى والنبي بيكرر يعني عايز إجابة. قالوا قلنا لا، أينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. قبل وجهه يعني جهة وجهه، ودي إيه؟ يعني جهة إكرام، يعني كأن القبلة جهة إكرام محل نظر الله. فلما يبقى جهة الإكرام محل نظر الله وانت بتصلي وتيجي تروح عامل كده اهو، ده أدب. فهمت ازاي؟ مش من الأدب، لأنه تافف جهة القبلة. فهمت بقى؟ بيعلم الناس. ما العرب ما كانش عندهم أداب لسه ولا إتيكيت. الناس يقولوا على الأدب دلوقتي إيه إتيكيت؟ هو أدب. فهمت ازاي؟ قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، لأن دي جهات شريفة، جعل الله جهة اليمين جهة الشرف والإكرام والبركة، وجهة الجنة، وجهة إيه أصحاب النجاة يوم القيامة، فجعلها جهة مكرمة، وجعل القبلة جهة مكرمة حيث هي وجهة كل مصلي. فلما الله يكرم هذه الجهات فعليك ألا تفعل فعل يدل على عدم احترام هذه الجهات. فهمت ازاي؟ عليك أن تعظم ما عظمه الله وأن تكرم ما كرمه الله. فهمت؟ يعني ينفع كده وانت بتطوف قدام الكعبة وبعدين ايه كحيت وطلع شوية بلغم تروح تفف في الكعبة كده؟ ان شاء الله هناك الوهابية هيمسكوك يقتلوك هناك لو عملت، هيقول عليه مرتد. اوعى تعمل كده. وليبصق عن يسار. طب افرض بقى واحد عنده زكام وعنده بيعطس وعنده كحه وعايز يبصق غصب عنه، يعمل ايه؟ يبقى عن يسار، لانه ما كانش زمان عندهم لا مناديل ورق كلينكس اللي هي المناديل الورق، ولا عندهم مناديل حتى قماش، فما قداموش الا انه يبصق كده. وبعدين الارض مش مفروشه، ارض ترابيه، يعني اما هيبصق التراب هيشربها وخلص وخلص، فهيبصق عن يساري بحيث ما يكون بيصلي منفرد، مش هيصلي هيبصق عن يساري وجنبيه واحد صاحبه عشان يدخل في يجيب صاحبه، ما ينفعش. يبقى اذا كان في ايه في ارض خلاء غير ايه مفروشة وليس معه ما يبصق فيه، في الحالة دي يعمل ايه؟ يبصق عن يساره. كويس؟ وليبصق عن يساره تحت رجليه اليسرى، ومش يبصق كده على الارض ويجي حد يكعب فيه، لا ده يبصق على الارض الغير مفروشة، مش على المكت ولا على السجاجين، على الارض الغير مفروشة، وبعدين يروح ايه واقف فيها على رجله يغطيها كمان ايه بقدمه. ده انت بتشوف حق يا اخي، ده انا شفت القطه اللي بتيجي هنا دي اللي انا مش عايزها تيجي الجامع علشان كده، لان انا زعلت منها، لقيتها في المدخل الترابي الحته الترابيه المنزل دي، لقيتها بتتبول او تتغوط فهتنجس لنا المسجد، فعلشان كده بقيت ايه مش عايزها تيجي، بحاول اطردها، لكن هي ما شاء الله بتحبنا حب شديد مش عارف ليه، متعلقه بينا جدا هذه القطه. فالمهم فلقيتها بعد ما خلصت واقفه ايه تعمل بايديها كده بتردم، بتردم مش عايزه حتى شوف، ربنا معلمها بالفطره عارفه ان ده خبيث مش عايزه حد يشوفه. فهمت ازاي؟ كذلك الانسان يعني يتعلم حتى من هذه الدواب التي لا تفهم والحيوانات التي لا تفهم، لان دي مخلوقه على اصل الفطره. فهمت؟ فالنبي بيقول له انت لو بصقت
تبصق على الارض وتقف بيها على رجلك برجلك عشان ايه؟ تضغط عليها فتتشربها الارض، ولا تؤذي غيرك فيطأها بقدمه. فهمت ازاي؟ كل دي ادب نبوي شريف. طبعا الوقت مش محتاجين احنا هذا الادب. ليه؟ لان احنا الوقت بقى عندنا مناديل واوراق نقدر ايه نبصق فيها، وما ينفعش اننا نبصق على اراضي المساجد لان المساجد اصبحت مفروشة. يبقى الادب النبوي ده ينفع تعمله امتى؟ لما تبقى معكش اوراق ولا مناديل وبتصلي في الخلاء، ساعتها بقى تعمل كده. خدت بالك؟ وليبصق عن يساري تحت رجله اليسرى، فان عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى. عجلت به يعني ايه؟ جت عطسة فجأة ومع العطسة طلع حاجة غصب عنك، يعني بدرت يعني خرجت فجأة، تعمل ايه؟ تقوم تحب السبب وتمسحها كده بثوبك خلاص. خدت بالك؟ وتفركها كده تجمعها بسرعة. ادي هيك فان بدرت منه بادرة يعني عفوا منه. فإن عجلت منه بادرة فليقل بثوبه هكذا، يقل بثوبه هكذا الحركة، سمى الحركة قول. فليقل بثوبه هكذا يعني يأخذها بثوبه ثم إيه؟ يضمها هكذا. ثم طوى ثوبه بعضه على بعض، فقال أروني عبيرا، يعني بعد ما إيه؟ حك النخامة وقال لهم الكلمتين دول، قال لهم أروني عبيرا يعني نوع من الطين. علشان يطيب مكانها ما تبقاش ريحته وحشه. تمام؟ وده بيعلمك النبي ان تنظيف المسجد ايه؟ واجب على كل مسلم. وانك انت ما تعتمدش على خادم المسجد، انت نظفه بايدك، ما هو النبي كان ممكن يكلف اي حد من الخدم او من الصحابه ينظف لك، لا ده هو ايه اللي عملها بيده الشريف. علشان ما تتأففش من تنظيف المسجد وتقول ازاي انا امام المسجد وانظف المسجد؟ وانا الاستاذ فلان وانظف المسجد وانا الشيخ فلان لا ان الرسول الله نظف في اعلى من النبي، مفيش اعلى من النبي خلق، هو اخير الخلق على الاطلاق. مش ربنا بيقول ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. خير البريه يعني خلق خير الخلق جميعا، مش كده برضو؟ طب ومين اخير المؤمنين وعمل الصالحات؟ النبي. يبقى النبي هو خير البريه. بنص القران اهو، فإذا كان خير البرية بينظف إيه بإيده، وعنده خدم من الخدم الكثير، وعنده العبيد وعنده الصحابة كلهم يفدوه بأرواحهم، لكن هو يعملها بإيده صلى الله عليه وسلم عشان يعلمنا إن مفيش تكبر على نظافة المسجد. فقال أروني عبيرا يعني حد يناولني عبير، عبير يعني حاجة رائحتها جميلة، شيء فواح رائحته طيبة يعني. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، أم عيل إيه من الحي جري، يشتد يعني جري، راح لبيته عشان يجيب للنبي شوية طيب. فجاء بخلوق في راحته، جاب له شوية طيب كده في إيده. الخلوق ده طيب مركب من زعفران على إيه؟ على أنواع مختلفة من الطيب، يحطوها على بعضها كده يسموها خلوق، مركب منه. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون اللي هو حك بيه، ثم لطخ به على أثر النخامة علشان يضيع رائحتها، يبقى أزال جرمها ثم لطخ عليه ليزيل رائحتها، نظافة كاملة يعني. فقال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. علشان كده بعد كده الناس بقوا يحبوا ايه؟ يطيبوا مساجدهم ويحطوا فيه الخلوق والطيب من ساعة ما شافوا النبي طيب مكان النخامة، يعني كأن النبي سنة دي السنة الحسنة. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين هيكمل حكاية تانية. سيدنا جابر بعد ايه يحكي له قصص كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، غزوة بطن بواط اسم جبل من جبال جهينة، جبل بواط، وهو يطلب المجدية ابن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة. الناضح اللي هي ايه؟ الجمل اللي بيروى عليه
الميه اللي بيجيبوا بيه الميه يسموه ناضح، يشيل الميه. الناضح الجمل اللي متعود يشيل الميه ده ساعات ما يحبش يشيل البني ادم من كتر ما اتعود على شيل المياه، لكن هم من قله ما يركبوا اضطروا ياخدوا النواضح دي يركبوها. ومش كل واحد معاه ناضح، ده اللي بيركبوه بالتبادل، ايه كل اتنين يركبوه، كل ثلاثه، كل خمسه، كل سته، يعني يتعاقبوا كل واحد يركب شويه وايه والتانيين يمشوا. ده دي قله ايه؟ قله الظهر عندهم. وكان الناضح يعتقبه منا الخمسه والسته والسبعه. فدارت عقبه رجل من الانصار على ناضح له فأنخه فركبه. لما جاء الدور على واحد من الانصار أنخه، يعني ايه؟ اجلسه. فركبه ثم بعثه، يعني اقامه عشان يمشي. فتلدن عليه بعض التلدن. ما احنا قلنا النواضح دي ما تحبش ايه تركب الانسان، خلاص اتعودت تركب القرب المياه بس وتشيلها، اما يجي يركبها انسان ايه تتلدن، يعني تتلكأ، ما ترضاش تسمع كلامه قوي، تحرن. تلدن يعني تلكأ ولم يسرع. فقال له شأ لعنك الله، شف شف، يعني قومه بيقومه، يعني شأ دي ايه؟ كلمة تقال للجمل عشان يقف، يعني كلمة زجر للبعير. فقال له شأ لعنك الله، لعن البعير الجمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره؟ قال انا يا رسول الله. قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، انزل عنه، خلاص ما حدش هيركبه، خلاص مش انت لعنته هتركب ملعون ازاي؟ عقوبه لي. قالوا انزل عنه، خلاص مش هتركبه، امشي. فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم، يعني ما تدعيش، لا تقول ايه عليه اللعنه، ولا تلعن ابنك ولا تلعن اخوك ولا تلعن نفسك ولا تلعن مالك، ما هو البعير ده من اموالهم. لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم ولا لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، يعني مخافة ان تكون دي ساعة اجابة فربنا يستجيب وينزل ايه سبب الدعاء بتاعك بالبلاء ده ايه. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانت عشيشة ودنونا ماء من مياه العرب. عشيشة تصغير عشية، اللي هي العشية تبقى من الزوال اللي هو من وقت الظهر الى المغرب يسموه العشية. عشيشة يعني جزء من العشية كده، تصغير عشية. حتى اذا كانت عشيشة ودنونا ماء من مياه العرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا، يعني مين واحد يسبقنا الى المكان اللي فيه المياه ده. يمدر الحوض يعني ايه؟ يصلح او يصحح، يصلح بالمدر او الطين المتماسك ايه الجدار بتاعه علشان الميه ما تخرجش منه. يمدر الحوض يعني ايه؟ يصلح بالمدر وهو الطين المتماسك لئلا يخرج من الماء، منه الماء يعني. فيشرب ويسقينا، ويجيب لنا مياه يملانا ويسقينا. قال جابر فقمت فقلت هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول صلى الله عليه وسلم اي رجل مع جابر؟ يعني ام سيدنا جابر؟ قال اهو انا اعمل. فالرسول قال ايه؟ لا سيدنا جابر سنه صغير، كان سنه صغير، شاب صغير ساعتها. فلا ايه؟ فقال طب مين يروح مع جابر يساعده؟ اي رجل مع جابر؟ فقام جبار بن صخر فانطلقنا الى البئر فنزعنا في الحوض سجلا او سجلين ثم مدرناه. سجل اللي هو الدلو المملوء بالماء. ثم مدرناه يعني ايه؟ طلعوا جردلين ميه وبعدين رشوهم على ايه؟ الحوض، علشان الحوض حرف الحوض لما يعني ياتي عليه الماء يتماسك، يوم ما ينزلش ايه التراب في الايه في الحوض. فطلعوا جردلين كده رموهم على ايه؟ على حرف الحوض عشان يتماسك الجدار.
كويس. ثم مدرناه، ثم نزعنا فيه حتى افهقناه، فكان اول طالع. افهقناه يعني ملأناه. ثم نزعنا فيه، بدأوا بعد ما وضبوا الحوض كده ابتدى بقى يملى الميه ويحطها في الحوض، يملى الميه كأنه عمل ايه؟ عمل بانيو، عارف انت البانيو؟ علشان ايه؟ يعبي فيه الميه. فهو ايه؟ وضب الحكايه كده وحوطها وبدأ يملى بقى ويكب فيه عشان لما يجي الناس يلاقوا الميه مجتمعه في هذا المكان ياخدوا منه. كويس؟ معناه افهقناه يعني ايه؟ ملأناه. ثم مدرناه، ثم نزعنا فيه حتى افهقناه يعني ما ملأناه، فكان اول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اتأذنان؟ قلنا نعم يا رسول الله، فاشرع ناقته فشربت، شنق لها فشجت فبالت. اشرع ناقته يعني ايه؟ يعني الناقه اللي ركبها النبي بعد ما استأذن ايه؟ تركها تمد رقبتها في الحوض تشرب. يبقى اشرع ناقته يعني تركها تمد رقبتها لتشرب. كويس؟ فشربت. بعد ما شربت عمل ايه؟ شنق يعني رفع رقبتها كده، شد اللجام في رفع رقبتها عن الميه. كويس؟ ادي معنى شنق. شنق لها فشجت فبالت. بعدت عن الحوض كده وشجت يعني فرشحت رجليها كده وبالت. لان تملي الجمل بعد ما يشرب ايه؟ يحب يبول. فهم؟ ادي معنى فبيوصف لك يعني. فاشرع ناقته فشربت، شنق لها فشجت فبالت. يبقى فشجت يعني فهرجت بين رجليها لتبول. ثم عدل بها فاناخها. وبعدين عدل بها، بعد عن مكان بولها واناخها، نزلها. وكان كل ده كان النبي راكب عليه، وده يدلك على حسن سياسة الدواب، وان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي سياسة الدواب، وان الدابة لما تبقى مسافرة سفر طويل اول ما تجد مية خليها تشرب، لانها ايه؟ في عطش شديد، دي كده رحمة. والدواب بعد ما بتشرب تحب تبول، فلما يبول تبول في مكان بعيد عن الماء، عشان كده شنق لها وابعدها عشان ما يجيش البول قريبا من ايه؟ من الماء. كل دي اداب نبوية بيعلم الناس ازاي وبعد كده لما بالت بعد عن مكان بولها واناخها عشان ينزل بقى. فاناخها ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحوض فتوضأ منه. يبقى عرفنا كده ان سؤر الدواب ده طاهر، لان هي شربت والنبي توضأ منه، يبقى سؤر هذه الدواب طاهر، يعني ما تبقى في ايه؟ في الماء بعد ما شربت الدواب منه طاهر، تتوضأ منه. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وكانت علي بردة ذهبت ان اخالف بين طرفيها فلم يبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو سيدنا جابر لما شاف النبي توضا عرف ان النبي هيصلي، فراح جري توضا مكان النبي، وبعد ايه؟ جاب برده بتاعته كده لفها وليها زبازب يعني شراشيب، شراشيب زي كده. ادي الزبازب يعني شراشيب او اطراف. فراح نكسها وخالف بين طرفيها، يعني هعمل طرف كده وطرف كده وايه عشان يصلي مع النبي. فهمت ازاي؟ ادي كده. فراح واقف فين؟ واقف على يسار النبي، المفروض تقف على يمين الامام. يعني لسه بيتعلموا. حتى قمت عن يساره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه. ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. اتعلموا اهو. جاء جبار بن صخر عايز يصلي راخى، فراح واقف عن يسار النبي وجابر بقى عن يمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم دفعهم يعملوا صف.
يبقى الرجل لا يكون صفا منفردا، يصلي بجوار امامه عن يمينه، فان جاء رجل اخر يعمل صف. فايه، فاول ما وقف جبار عن يسار النبي وجابر عن يمينه، النبي دفعهم خلفه ليكونوا صفا. فهمت؟ ثم جاء فقام عن يسار رسول صلى الله عليه وسلم، فاخذ رسول صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى اقامنا خلفه. يبقى دل على ان الحركة لمصلحة الصلاة اثناء الصلاة لا تبطلها. شوف النبي حرك الناس وحرك ايده وشد ده ودفع ده وعمل كل ده وهو بيصلي، طالما لمصلحة الصلاة لا تبطل. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني انا وانا لا اشعر، ثم فطنت به، فقال هكذا بيده، يعني شد وسطك، ما هو عليه البردة حطها كده ويخالف بين طرفي، هيجي ايه يصلي يركع يسجد هتقع منه تبان عورته. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ايه بيصلي بيشاور له كده، يعني لفها حوالين وسطك، شد عليها وسطك يعني عشان ما تقعش منك. كل ده وهو ايه بيصلي يعلمه. ثم فطنت به، فقال هكذا بيدي، يعني شد وسطك. هكذا بيدي يعني بيشاور له، لان الكلام لا يصح في الصلاة. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله، قال اذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، واذا كان ضيقا فاسدد على حقك، يعني اذا كان الثوب واسع تخالف بين طرفيه، واذا كان ضيق اربطه على حقك، يعني مكان وسطك، وانت جايب ثوب ضيق وبتخالف بين طرفيه، ما ينفعش ده يا جابر، يا جابر ده ضيق يا جابر، اما يبقى واسع تبقى تخالف بين طرفيه، لكن ده ثوب ضيق تلفه كده وتربط على وسطك. يعني بيعلم جابر ازاي يستخدم الاشياء اللي هي ايه لما تكون قليله ازاي يستر بيها عورته. امتى تخالف بين طرفيه؟ اما يبقى ثوبه واسع يتحمل هذا، اما لما يبقى ضيق وانت جايب ثوب ضيق وجيت تخالف بتعامل الضيق كانه واسع. فهمت؟ فبي ايه بيعلمه يعني. يا جابر قلت لبيك يا رسول الله، قال اذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، واذا كان ضيقا فاشدده على حقوك، يعني حوالين وسطك يعني. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمره. ما كانش معاهم طعام كتير يعني، كان كل واحد بياخد في اليوم تمره، يوزعوا كده كل واحد تمره. فكان يمصها ثم يسرها في ثوبه، مش عايز يبلعها يعني، يمصها ياخد منها شويه حلاوه وبعدين يشيلها يلفها في ثوبه عشان اما يجوع بعد شويه يمصها تاني من قله الزاد يعني. ثم يسرها في ثوبه، يعني يضمها في ثوبه. وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا. نختبط يعني ايه؟ يعني نضرب الشجر نخبطه يعني بالعصا فينزل بعض أوراقه، يوم ياخدوا بعض الأوراق اللي تنزل دي يسموها الخبط، جاي من الخبط كده، ويأكلوا من ايه؟ من الأوراق هذه الأشجار. أوراق الأشجار دي اللي بتنزل لوحدها بالخبطة دي بتبقى جافة، ياكلوها تقرحت أشداقه. كويس؟ يعني إيه؟ يعني تجرحت أشداقنا، يعني جوانب إيه؟ فمنا، جوانب الفم يسمى الشدق، جانب الفم. وكنا نختبط بقسينا، اللي القسينا يعني بجمع قوس. ونأكل حتى قرحت أشداقنا. فأقسم أخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه، يعني أقسم أن واحد منا نسي ياخد التمرة بتاعته اللي بتتوزع عليه كل يوم، أخطئها يوما فبقى يغمو عليه من شدة الجوع، وإحنا نقومه ونفوقه وننعشه ويشاومه من شدة الجوع يعني. فهمت إزاي؟ يبقى ايه، خد بالك الكلام هنا علشان لانه كلام ايه عربي قح شوي، فتاخد بالك منه. فاقسم اخطئها رجل، يعني ايه؟ يعني لم ياخذها اللي هي التمره،
اللي هي طعام كل يوم. اخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه، يعني نفوقه من ايه، لانه كاد يغمى عليه من شده الجوع يعني. عشان كده العنايه المركزه بيسموها ايه، انعاش، علشان الانسان اللي بيدخلها تملي ايه يعني بيبقى يفقد الوعي. فشهدنا انه لم يعطها فاعطيها فقام فاخذها. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا افيح، يعني واسع، وادي واسع. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحب يقضي حاجته يجي يستتر بارض مرتفعه، بشجره، بحاجه، وده وادي افيح واسع ما فيهوش ستر كويس، وعايز النبي يقضي حاجته. فاتبعته بإداوة من ماء علشان يستنجي ويتوضأ بعدها. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، يعني على طرفي الوادي كده، شجرة هنا وشجرة بعيدة على الشرف الثاني. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. يبقى دي من ضمن برضو ايه علامات نبوته، انقياد الايه الاشياء له صلى الله عليه وسلم. الشجرة من عادتها انها لا تقاد ولا تسير، لكن شوف مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت اليه تمشي على ساق بلا قدمي، قالوا كده في الشعر، فهم؟ يبقى مسك ايه غصن من الشجرة كده كأنه ودن الناقة وشده كده وقال لها انقادي الي، فبقت تنقاد له كالبعير المخشوش، يعني عاملة زي البعير اللي حاطط في انفه ايه الحبل، يبقى ايه اكثر طوعا يعني ساعات يحط في البعير، في انف البعير قطعة خشب صغيرة كده ويربطها مع الحبل، يقوم اما يجي يشدها تقلم البعير، يقوم يخليه طائع قوي مش قادر يبعد لك، علشان احسن ايه يسموه البعير المخشوش، خدت بالك؟ يبقى المخشوش الذي يجعل في انفه عودا ليكون اسرع انقيادا. فاخذ بغصن من اغصانها فقال انقادي علي باذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، يعني يطاوع قائده، يصانع قائده يعني يطاوعه، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف، يعني في نص الطريق بقى، مما بينهما لأم بينهم، يعني جمعهما، فقال التئما علي بإذن الله، فالتأمتا علشان يستتر بهما حتى يقضي حاجته. قال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد. فخرجت أحضر يعني أجري لحسن النبي يحس أن أنا موجود، يقوم يستحي ما يرش يقضي حاجته، فهمت؟ طبعا هو سيدنا جابر شاف المنظر ده والشجرة قاعدة وتنقاد مع بهد بهد، وبعدين شاف بقى النبي هيقضي حاجته، خاف لحسن النبي يشوفه يقوم يحرج منهم، فجري فاق لنفسه بقى. طبعا حاجة يعني حاجة ما شافهاش قبل كده. فالتأمت قال جابر فخرجت أحضر يعني أشد أجري مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، وقال محمد بن عباد فيتبعد. فجلست أحدث نفسي، قاعد يكلم نفسه، شجر بيمشي، حاجة غريبة، سبحان الله، بقى بيكلم نفسه من منظر الجو. فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا وإذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسي هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسي يمينا وشمالا، يعني بيأمر الشجر كل شجرة ترجع مكانها، وقف النبي كده أهو وكده أهو، فايه يعني حتى الشجره تطيع الاشاره، حتى كل دي علامات نبوه كبيره شافها الصحابه
آية من آيات الله. ثم أقبل فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فانزلق لي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له روح لكل شجرة هات منها غصن. فراح جايب حتة صخرة ايه قاعد يحدها كده عشان تبقى زي السكينة يقطع بيها ايه الغصن من الشجر. ادي معنى ايه فأخذت حجرا فكسرته وحسرته، يعني ايه؟ يعني احددته جعلته حاد كالسكين، يعني حسرته يعني جعلته حادا كالسكين يقطع يعني. فانزلق يعني صار له حد، فانزلق يعني صار له حد. فانزلق لي فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقته فقلت قد فعلت يا رسول الله، فعم ذاك يعني طب وليه يا رسول الله يعني عايز الغصنين دول ليه يعني، فعم ذاك. قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما يخفف عنهما ما دام الغصنان رطبين. قال فأتينا العسكرة. ومن هنا الناس تمام لما تروح تزور القبور بتاخد ايه غصن او تزرع زرعة جنب القبر بيبقى ايه علشان ببركة وجود هذه ايه الاشياء الرطبة التي تسبح ربنا يخفف ايه عذاب القبر ان كان في القبر عذاب. قال فأتينا العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جابر نادي بوضوء. فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء. وضوء يعني ماء يتوضأ به بفتح الواو وضوء. فبقى ماشي في المعسكر بيقول ايه ألا وضوء ألا وضوء ألا يعني مين معاه مية مين معاه مية نتوضأ بينادي. قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة مفيش قطرة ماء. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد. وكان في واحد من الأنصار مسؤول عن سقيا النبي كان باستمرار يبرد المية للرسول صلى الله عليه وسلم في أشجاب. الأشجاب دي جمع شجب والشجب هو السقاء البالي الخلق القربة البالية الخلقة تسمى شجبة كويس أشجاب جمع شجب على حمارة من جريد. الحمارة ثلاث أعواد كده من جريد يحطوهم كده خلف خلاف ويربطهم ويعلق القربة فيها يسموها حمارة من جريد. حمارة عشان تحملهم لأن الحمارة بتحمل مش كده برضو دي حمارة بس من جريد وليست من ايه من حيوان عشان ايه يعملها ثلاث رجلين كده اهو متباعدة ويضمها من فوق يربطها ويعلق في التجويف اللي بينهم القربة يوم يأتي الريح يخبط فيها يبرد المية. فهو بيوصف لك ازاي كانوا بيبردوا يعني المية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد. قال فقال لي انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصار فانظر هل في أشجابه من شيء. لما قال له أن المعسكر ما فيهوش قطرة ماء فالرسول قال للجابر طب روح لفلان اللي بيبرد لنا المية ده اللي هو مسؤول السقية يمكن تلاقي عنده شوية مية. قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسه. الشجب الشجب قلنا القربة والعزلاء يجي لك القربة كده كبيرة يوم يخلي لك في الآخر حتة من رقبتها كده يعزلها عن القربة ويربطها عشان اما يجي ياخد ميه ياخد من العزلاء بحيث اما يفتح العزلاء دي ما يندفعش الماء كله يقع
عارف انت البالونه بتاعت العيد كده، مش ساعات يربطها لك كده ويعملها لك كده ويبقى في واحده منتفخه، دي اسمها العزلاء بقى في القربة. ليه بقى؟ علشان لو كانت القربة تفتحها وهي معلقه وكل الميه مندفعه فيها هتقع كلها ميه مره واحده تقع منها. يقوم يعملوا ايه؟ يقطع يربط حته فيها ويسيبها علشان يبقى فيها حته اسمها عزلاء. هي دي بقى اللي يبقى فيها الميه اللي يقدر يسكب منها ويملى منها دون ان تقع كل الميه. فهمت بقى المساله؟ يبقى العزلاء دي فم القربه اللي اسفل معزول عن باقي القربه. بيقول ما وجدتش بقى في القرب اللي هي كان النبي بيشرب منها الا كميه ميه قليله في العزلاء في الجزء ده، بحيث ان انا لو صفيته عشان ينزل هيشربه الجلد، هيختفي من كل ما هو قليل. فهمت ازاي؟ لو اني افرغه لشربه يابسه، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني لم اجد فيها الا قطره في عزلاء شجب منها، لو اني افرغه لشربه يابسه. قال اذهب فاتني به، فاتيته به فاخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا ادري ما هو، يعني بيدعيه، بيدعي النبي يقول دعاء كده ما يسمعوش ايه هو، ويغمزه بيده ثم اعطانيه فقال يا جابر نادي بجفنه، الجفنه يعني اناء كبير، فقلت يا جفنه الركب، فاتيت بها تحمل. جابوا بقى ايه؟ الاناء الكبير اللي يبقى مع جيش ده. شوف اناء كبير يعني قد ايه، يعني ممكن الواحد ينام جواه ما يبانش. فوضعتها بين يديه فقال رسول صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنه هكذا، فبسطها وفرق بين اصابعه ثم وضعها في قعر الجفنه وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله، فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت، يعني امتلأت بقى المية من كتر بتدور المية جوه الجفنة كده حتى امتلأت. فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء، قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا، قال فقلت هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأى، وشكى الناس إلى رسول صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال عسى الله أن يطعمكم، فأتينا سيف البحر يعني ساحل البحر، فزخر البحر زخرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار، دابة يعني زي حوت كده طلع كبير سمكة ضخمة، فأورينا على شقها النار ما يقدروش يشدوها من كتر ما هي كبيرة، فجمع على الجزء اللي باين منها ايه ولعوا نار وابتدوا يقطعوا منها لحم مستوي، فأورينا على شقها النار فأطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها، من كتر ما هي ضخمة دخل خمس رجالة جوه تجويف عينها، حجاج عينها اللي هو التجويف العظمي بتاع العين نفسها، حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد حتى خرجنا، فأخذنا ضلعا من أضلاعه من ضلع أضلاع الحوت ده فقوسناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل، الكفل ده كساء كده يلف بيه سنم الجمل، وأعظم كفل في الركب، فدخل تحته ما يطأطئ رأسه، يعني كأنه بقى إيه يعني حوت ضخم جدا، لما خدوا ضلعه كده عملوه قوس كده مشي من تحت القوس بتاعه بالجمل وراجل راكب عليه من غير ما يطأطئ كمان من كتر ما هو حاجة ضخمة يعني. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على آخر باب في هذا الكتاب إن شاء الله، كتاب الزهد والرقائق، نقرأه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.